اليوم كنشاهدوا انطلاقة العملية ديال التلقيح المخصصة للتلميذات والتلاميذ ما بين 12 سنة حتى 17 سنة. هاد التلاميذ هادو اللي كبغينا نوفروا لهم الظروف باش التلقيح ديالهم يدوز في ظروف أمينة. وهذا ما كتشاهدوه اليوم في هذه الزيارة هذه اللي كتدوز على المستوى الترابي كامل، واللي غادي تستهدف 2,800,000 ديال التلميذات والتلاميذ ما بين الحضري والقراوي، واللي الحمد لله المغرب جد معبأ باش يخلي الوليدات ديالو يدخلوا ان شاء الله الدخول المدرسي يكون في ظروف امنه. العمليه ديال التلقيح راه العالم كله كيعرفها لهذه الشريحه هذه. المغرب على غرار الدول الاخرى جد متقدم من بالنسبه لعمليه التلقيح ديال الكبار، وكذلك اليوم كيحققها للشباب والاطفال اللي هما وليداتنا واللي يقدروا يحملوا العدوى، واللي ما كنشوفوا بانه كاين بعض الاطفال اللي هما في الانعاش قاعه الانعاش واللي توفوا جراء بيانسو العدوى ديال الكوفيد. اذا باش يمكننا نحصنوهم ونوصلوا للمناعه الجماعيه لازم هذه عمليه التلقيح، وحنا كنحثوا الاباء باش يكونوا متفهمين وجد متحسين لهذه العمليه. حنا هي ماشي هي اختياريه وتطوعيه، ولكن ضروري القبول ديال الاباء واولياء الامور باش يمكن لها تدوز هذه عمليه التلقيح.